الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة مد يد المغرب لتحسين العلاقات، لتوطيد العلاقات، لتعاون أفضل وفتح الحدود المغلقة منذ سنوات. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو غادي نشوفوا واحد الجزائري اللي خرج وقال لك بان هاد الاحتفالات اللي داروا ديال ذكرى 60 سنه من تاسيس دوله اسمها الجزائر، قال حنا درناها باش نخلعوا المغاربه ونخلعوا المغرب ونبينوا لهم باننا احنا قويين وما يقدوش علينا والمغرب دوله عدو لنا. وهنا نزل عليه مقدم برنامج قال ليه المغاربه ما كيعتبروكمش عدو لهم. وجلاله الملك محمد السادس دائما كيقول لك سيدي هاي ديما ممدوده للخير، نجلسوا في طاوله الحوار، قول شنو عندك نقول شنو عندي، نخليو الامور ديال الصحراء بعيده ونجلسوا نتناقشوا بيناتنا. ومعمر كلمه العداء خرجت من المغرب، قال لك لا وهما لا يشبهوننا وحنا كنبينوا لهم باننا اقوياء، ودائما كيزيدوا يرسخوا بان راه المغرب عدو لهم. وقال لك المغرب علاش يدير تحالف مع دول قويه وعلاش كيديروا مناوره الاسد الافريقي. مناوره الاسد الافريقي اللي كدار كل سنه، العمر ديالها حاليا 18 سنه، ما بقى والو توصل للدوله ديالهم، وهما كيف ما كيمشيو تونس عند بالهم غادي يمشيونا حتى حنا على اهواء الكبرانات. جلاله الملك محمد السادس هذه السنه اول سنه ما كيهنئهمش بذكرى تاسيسهم، لان صافي سال اللعب، مدينا يدينا ليكم، ما هي مره ما هي جوج، وانتم غير ما كتزيدوا في العداء لنا، فهذيك مرحبا وزيد القدام سالات. نخليكم مع هذا الحوار، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. لاحظ معي استاذ طارق ان أن الاستعراض جرى كما ذكرتم في منطقة ذات رمزية عالية المحمدية. وتلك المنطقة التي كانت تسمى في عهد الاستعمار بلا فيجري على اسم أحد أساقفة المعمرين، والذي معروف بمقولته حين وضع قدمه آتيا مع الغازين مع المستعمرين قال أين محمد؟ ولذلك حين خرج وطرد المستعمر في 62 في كما نحتفل في هذه الذكرى، قرر الجزائريون أن يردوا على لافيجري بأن سموا تلك المنطقة بالمحمدية، وأنشد أحد مطربين أنشود أغنية معروفة تقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك. إذن هناك دلالات، هناك رسائل من هذا النوع، ولكن لا شك أيضا هناك رسائل موجهة لأطراف أخرى. طيب موجهة إلى الخارج، دكتور موجهة دكتور إلى من يثق فينا، وموجهة تحديدا وبشكل أكبر لمن يريد أن يلحق الأذى بهذا البلد. طيب سأتي إلى موضوع الرسائل الموجهة إقليميا وكذلك نعم سطرق إلى الخارج، لكن سأذهب إلى ضيفي توفيق قوادر شيشي الكاتب وعضو حزب الجمهورية إلى الأمام. فرنسا هنأت الجزائر، الدولة التي احتلت الجزائر لأكثر من 133 عاما، برأيك أهمية هذه التهنئة الفرنسية لطبيعة العلاقات أو للعلاقات الجزائرية الفرنسية؟ مساء الخير وتحية للسادة المشاهدين وتحية لضيفك الكريم من الجزائر وتحية للشعب الجزائري بعيده الاستقلال، ونترحم على الشهداء الأبرار. طبعا العلاقات الفرنسية الجزائرية علاقات معقدة جدا، تارة تمتاز بالمرونة، تارة تمتاز بالتشدد، تارة تمتاز بالتشنج، تارة وصلت إلى حد سحب السفير. لا ننسى سحب السفير الجزائري واستدعائه لتشاور نتيجة لتصريحات السيد إيمانويل ماكرون اللامسؤولة. أقول أنا كعضو في حزب جمهوري الأمام، سياسة ماكرون ولجنته المكلفة في الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي المخصصة للعلاقات الفرنسية الجزائرية، كان السيد كاستانير وجهت له عدة انتقادات باعتباره الأمين العام لحزب جمهوري الأمام. لتذكير حزب جمهوري الأمام تغير
تغير وأصبح الآن حزب النهضة الفرنسي أو حزب التجمع الفرنسي. إذن رسالة إيمانويل ماكرون لديها طبعا لديها دلالة كبيرة، وهو قال بأنه محاولة يعني إعادة العلاقات إلى حالها الطبيعي. تتوقع تغيير هذا الاتجاه وتحسين في العلاقات، ولكن في المقابل دون أن تتخلى الجزائر وهذا أمر هام عن الذاكرة الراسخة في الوجدان الرسمي وكذلك الشعبي في الجزائر. طيب دكتور زهير، رسالة إلى الداخل فيها أن الوضع اختلف في العمق وكذلك أن الجزائر استعاد عافيته، وهناك بلا شك رسائل إلى الخارج إلى الإقليم. برأيك أبرز الرسائل لمن وجهت في هذا الاستعراض الأضخم إقليميا دول الجوار وإلى الخارج؟ لا شك في ذلك أستاذ طارق، بل أكاد أجزم أن أهم الرسائل مقصدها خارجي وليس داخلي. لو سمحت لي فقط أستاذ طارق أعلق على موضوع العلاقة مع فرنسا. الرئيس ماكرون يمكنه وهو الآن مطلق اليدين ولا حسابات انتخابية أمامه، لأنه في العهدة الثانية والأخيرة له كما نعلم، يمكنه إن كان صادقا أن يذهب بالعلاقة نحو أفق أخرى، ولكن المطلوب جزائريا معروف تماما لدى ماكرون ولدى عموم الطبقة السياسية في فرنسا. إذا تخلص كما قال ضيفكم الكريم من الارتهان لبعض اللوبيهات التي نعرف عملها اليومي وليس اليومي أقول اليومي ضد بلدنا، والتي لا زالت تحلم بشيء انتهى بأوهام كما سمعنا في ما قاله هذا النائب في جلسة افتتاح الجمعية العمومية بكل أسف قبل أيام. هؤلاء الذين يعبرون عن هذه النوستالجيا إلى ما يعتبرونه الإلدورادو الذي فقدوه، وهم لا شك كانوا غزاة اغتصبوا أرضا وخرجوا بنفس الطريقة بالقوة، دخلوا بالقوة خرجوا بالقوة. أعتقد بأن ماكرون وهو من جيل لم يعايش تلك الفترة يمكنه نعم، ولكن بالأفعال كما قلت ليس بالأقوال، أن يهيئ لمرحلة أخرى على أساس على قواعد تعامل مختلفة، الاحترام والندية ولا شك المصالح المتبادلة وهي كثيرة بين البلدين، ولكن لا يمكن للجزائريين أن يتجاوزوا موضوع الذاكرة. لا يمكن، نحن هذا ما أكد من أربعة دول كما جاء في تهنئتي السفير الأمريكي السابق لبلدنا، انتزعنا حريتنا بالدم بثورة مسلحة. جرى التأكيد نحن مع الولايات المتحدة وهايتي وفيتنام فقط في هذا العالم، لكن اسمح لي لأن انتزعناه بمرارة بأسلوب يكاد يكون في قلب المستحيل. هذا التاريخ الآن سأجيبك كبيرة للجزائريين معروفة، لكن لأن الوقت يداهمنا الآن من فضلك دكتور زهير، الرسائل إلى الإقليم لمن توجه، إلى الخارج لمن توجه كذلك. الرسالة الأولى أن البلد مهيأ ومحضر وعلى أعلى درجات الجهوزية للدفاع عن أمنه وسيادته ومصالحه ضد الذين يعملون منذ مدة جهارا نهارا الآن وعلى المكشوف لإلحاق الأذى بنا، لضرب استقرارنا، للضغط علينا، وربما النفاد كما عملوا خلال السنوات الماضية من الداخل لأجل إيقاع البلد وإضعافه ثم الانقضاض عليه. نحن نوجه أو البلد اليوم وجه هذه الرسالة. البلد لديه من القدرات، وهذا ليس بالمناسبة ليس جديدا عليهم، هم يعلمون تماما بأننا أقوى دولة في المنطقة، ولذلك ترى خصومنا الإقليميين ذهبوا بعيدا للتحالف مع أطراف لا تأتي إلا بالشر، كل الشر للمنطقة، هي عدوة المنطقة التقليدية، لكي يستقووا بهم علينا. ونحن نقول أننا يعني بقوانا يعني أن بأبنائنا من دون أن نعتمد على أحد، من دون أن نجري دكتور أن
دكتور زهير، يعني أنت تقصد من دون أن من دون أن نجعل أرضنا مستباحة للآخرين يا دكتور. أنت تلمح، أنت لكنك تقصد المغرب، لا تريد أن تذكر المغرب. واضحة 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 الأمور الآن. لا لكن يعني أنتم تضعون المغرب في خانة القصم مما كانت عليه في أي وقت، لكن في المقابل المملكة المغربية ربما الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة مد يد المغرب لتحسين العلاقات، لتوطيد العلاقات، لتعاون أفضل، وفتح الحدود المغلقة منذ سنوات طوال. لماذا لا يستطيع الجزائر أن يطوي صفحة الخلاف وهو الآن متعاف ويعيد ربما اللحمة لشكل من أشكال التعاون المغاربي في ظل الاتحاد المغاربي الذي يعني هو الآن مجمد؟ والتحديات كما هناك تحديات للجزائر هي ذات التحديات كذلك للمغرب. أنا أعذرني، كنت أود أن أستمع منك لا إجابة لأن الوقت انتهى، وقت المخصص لهذا الملف. من جديد أبارك لكم بالعيد 60 للاستقلال، وأشكرك دكتور زهير بوعمامة. بكل أسف أستاذ طارق، نحن لا نشبههم، نحن بكل أسف لا نشبههم. أنتم أشقاء، تلك دولة توسعية، تلك دولة تأخذ أراضي الآخرين، تلك دولة تحتل الصحراء الغربية، هذه قضية بعهدة، هذه القضية بعهدة الأمم، هذه القضية بعهدة الحدود، تلك دولة المتحدة تشتري بيجاسوس لكي تتجسس علينا وعلى الآخرين. نحن دكتور زهير، دكتور زهير، حدودنا وفقط، وهي دولة أيها أيضا كذلك أيضا تريد أن يكون هناك حسن جوار وعلاقات طيبة ثنائية مع الجزائر. أنا أشكرك دكتور زهير بوعمامة. كان دور فيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش مخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركناش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.